تمام. طيب نعمل ايه دلوقتي بقى؟ نعمل شويه قمح مكسر، ده اللي هو البرغل الصغنن ده، مع بصل وتوم ومرق الدجاج وكركم وشويه من البهارات. ده بقى شبه ايه؟ دي حاجه شبه الرز، بديل الرز. احنا اكلنا على طول رز ومكرونه، رز ومكرونه، فقلنا ان شاء الله هنعمل حاجات بقى كتير ندخل فيها القمح، اللي هو الايه؟ الفريك، البرغل. ناخد كده معلقه من سمنه روابي، وهنزل عليها بصلايه مقطعه صغنن جدا زي البرغل كده، وشويه ملح صغيرين. حاجه بقى ايه؟ زي ده بديل الرز. ممكن شويه فلفل كمان. ادي كده حطيت البصله، معلقه سمنه والبصله والملح والفلفل، وابدا بقى انزل كركم، معلقه كركم، سنه بهارات، سنه ثوم صغننه، معلقه صغيره من الثوم كده، واقلب ده كله مع بعضه. البرغل ده ما بيتنقعش، انا غسلاه ومصفياه، لو اتنقع هتلاقيه استوى هو مكانه، لان هو على طول بيشرب ميه وبيستوي بسهوله جدا. حتى لما حاجه اسقيه مش زي الرز كده اخد كميه البرغل اللي عندي واديها قدها ميه، لا ما تعمليش كده ابدا، ده بياخد كميه ميه قليله جدا. يعني انا مثلا لو عندي هنا، بصوا بعد ما اتغسل بينفش بالطريقه دي، بص قرب على السوى خلاص، تحس ان هو مستوي في ايديك بدل متكه صغننه ويستوي. فده اروح مدياله ايه؟ انا مثلا عندي دول حوالي، لو حبيت تعايري بقى عشان تطلعيه مظبوط، 3 كوبايات مثلا من الفريك المغسول، هدي كوبايه ميه واحده بس. ماشي، ادي كده انزل بقى ايه؟ البرغل. معانا ايمان. الو، السلام عليكم. ساعات لو ركعت. ازيك يا ايمان؟ الحمد لله. عامله ايه؟ الحمد لله. انت عامله ايه؟ الحمد لله تمام. عايزه اسال على طريقه المثبت. طريقه الايه؟ المثبت. مشبك؟ حاضر. كل الحاجات دي ان شاء الله هنعملكم في رمضان ان شاء الله على خير، وكل الحاجات الشرقيه دي ان شاء الله. عملي بقى، اقلب بقى كده شويه، حبه كده، بص اسخنها بقى شويه كده، وبعدين اجهز لها بقى ايه؟ كوباية المية فقط لا غير، لو 3 كوبايات يبقى كوباية المية، ومعاها مكعب مرق أو شوربة لو أنت عايزة، يعني ممكن تزوديها بدل كوباية المية كوباية شوربة وخلاص، أو كوباية المية ومعاها مكعب من المرق. فنقلبها كده بس إيه شوية كده علشان ما تعجنش معايا، أسخنها حبة زي ما بنسخن الرز كده. عليه ثواني، مكعب مرق كده فتفتوا عليها، وبعدين اديها الميه واسيبها بقى ايه تستوي. هي خلاص كده سخنت خالص اهي، كميه ميه قليله جدا. اقلب كده وهدي عليه النار خالص عشان يطلع معايا مفلفل وطعمه حلو. اي حاجه معجنه بتبقى صراحه مش حلوه خالص. هدي عليها النار بس كده، دي ممكن تقعد معايا حوالي تلت ساعه، نص ساعه على الهادي خالص بالكتير. نضف مكانها
طيب هطلع فاصل دلوقتي وهنرجع بعد الفاصل نكمل وصفاتنا. وفاصل ونواصل.